وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تم مناقشة مشروع القرار الذي سيتم اعتماده في ختام أعمال الجمعية حول الهجرة. وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة البحرين في مجال الهجرة والإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوقهم من خلال الكثير من النصوص والتشريعات التي وقعتها مملكة البحرين. اليوم مشروع القرار، مناقشة مشروع القرار حول الهجرة. سوف نتكلم اليوم حول ما هي أسباب الهجرة، معنات الهجرة، ماذا تعني الهجرة بشكل عام، ما هي الآليات المقترحة لدعم حقوق المهاجرين. طبعا مملكة البحرين مملكة البحرين اتخذت إجراءات كثيرة جدا لدعم حقوق المهاجرين برأيي من خلال كثير من النصوص والتشريعات والقوانين التي وقعتها البحرين، كثير من الاتفاقيات الدولية التي أيضا وقعتها البحرين في هذا الشأن. أيضا بالنسبة إلى وجود مركز لمكافحة الاتجار بالبشر في مملكة البحرين، وهذا دلالة على تعزيز دعم حقوق المهاجرين.